على الحبيب النبي صلي، هو اشتغل احمر في ابيض الاستيراد اهو. صلى على النبي على الصبح كده. النهارده 16/12/2020 على الصبح اخر السنه اهو. مفاجاه اهي، مفاجاه اللي هتفاجئك في السنه الجديده اهي. المانه اهو اللي تسوى 100,000 جنيه، ست سنان وراها انتهى كمان. ربنا يبارك كل المواصفات اللي ربنا خلقها فيه، قرن وصنف وكل بز وضر وكل المواصفات، وانتاي ربنا يحمي ب 100,000 لوحديها. البكريه ايه اللي نازله امبارح احسن من امبارح؟ قد امبارح مرتين تفكروا انا احضر بها هي العجله الثانيه اللي جنبها ايه. قلب رحمه يصلى على النبي كده. نور الفول اهو، صلى على الحبيب النبي صلي. قلب رحمه يصلى على النبي. بقرة 24 كيلو بتاع امبارح اللي نازله امبارح اهي، بقى بتحضر كل يوم. فلاح اهو، البران الاصل اهو بتاع زمان، بتاع زمان اللبن بتحط على الجاموس اهو. البران العشر اهو 80,000، اللي عنده مين ده كداب. صلى على الحبيب صلي، كل اللي انت عايزه ان شاء الله ربنا يحمي ويبارك. ولسه فيه جديد النهارده كمان، مفاجآت النهارده جايه النهارده وبكره. صلى على الحبيب صلي، كل حاجه هتلاقيه. ابو رحمه يصلي على النبي كده. مفيش بقره، بقرناها بيقول حتى عيني كل بوز وطيب، كله طز وبوز. قلب رحمه يصلى على النبي من كل حاجه موجوده، كله. والاسعار بتبدا من 30,000 لحد 48,000، من 30 ل 48,000. واللبن عندنا من 20 كيلو لحد 35 كيلو.